بسم الله، إن شاء الله عايزين النهاردة نتعلم إزاي ممكن نعمل بلاطة الرام، وكمان أعمل الكاميرا اللي هي بتبقى دائرية مع وفي اتصال ما بينها وما بين الرام. هنعمل الكلام دوت إزاي؟ هنيجي من هنا، تعالى كده نفتح الأول بروجكت من جديد كده، مش عايز أسيب ده، وهقول له تعالى كده من استراكشر واقول له تعالى والله هنا في ليفل 1 اعمل لي جريد كده بالشكل ده، خلي كده، واقول له بك المسافة وليكن مثلا من هنا لهنا 2000، وبعدين 10000، وبعدين 2000، وآجي أشوف بس تقاطع الجريد مع الليفل نورث. تمام، هاجي على ليفل اون وآجي أقول له من استراكشر، أقول له فلور، وأقول له تعالى ارسم لي بلاطة بالشكل ده. تمام، واقول له فينش. طبعا مش هشوف البلاطه. طيب تعالى كده على ليفل 2، تعالى على الايست، اخد البلاطه دي وممكن اقول له كابي واقول له الاين لليفل 2، اقول له اوكي، واجي اقول له تعالى هنا ليفل 1 برضو مش هشوف البلاطه. عشان اشوف البلاطه بقى ادخل على حاجه اسمها فيو رينج، الفيو رينج، واقول له والله تعالى هنا انا عايزها انليمتد، تقول له ابلاي، اقول له اوكي. وانا جيت في ليفل 2 نفس الفكره، ادي بنت البلاطه. لو قلت له تعالى كده على شيدد هتلاقي البلاطه شكلها عامل كده اهو. تمام جدا، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل بلاط الرمب من منسوب 0 لحد منسوب 3 متر. فانا هاجي على ليفل 2 واجي اقول له والله تعالى من فلور، افترض ان احنا هنعرف له بلاطه للرمب وليكن مثلا 300 ملي، واقول له تعالى من هنا والله اعمل لي حاجه بالشكل ده، واقول له مثلا الريديوس بتاعي مثلا 6000، اقول له انتر، واجي اقول له تعالى كمل لي بي اللاين العادي من هنا، واجي اقول له من هنا، وبعدين اقول له ريديوس من هنا لحد هنا وامشي بيهم. احنا كنا قلنا 6000، اقول له 8000 بالشكل ده، وبعدين اقول له فينش. لو جيت بالسيت كده على البلاطه في 3D قلت له تعالى اخفي لي بس الاناليتيكال موديل وقول لي تعالى في شيدد، ادي شكل البلاطه اللي انا عايز انزلها من منسوب الزيرو من هنا. طيب لو جيت مسكت البلاطه دي، في اوردر عندي هنا اسمه موديفاي سب اليمنت، لو جيت ضغطت على النقطه دي قلت له تعالى انزل لي بيها بمنسوب ماينس 3 متر، قلت له تعالى في دي برضو قلت له انزل لي بيها في منسوب ماينس 3 متر، ابص الاقي البلاطه بتاعتي اخدت الشكل ده. طيب عشان ارسم علشان ارسم الكاميرا بتاعتي عندك والله طريقتين، ممكن تيجي له برضه في ليفل 2 وتيجي تقول له من هنا استراكشر او تقول له بيمز وهنا تقول له انا عايز الكاميرا اللي هي 30 في 60، واختار لي دي برضه من البوينت دي للبوينت دي لحد هنا، تعالى اشيل له بس التاج واقول له تعالى في 3D، ونفس اللي انا عملته في الكاميرا اعمله برضو في البلاط، اعمله في الكاميرا اقول له 3000 بالشكل ده اهو.
بس هتلاقي فيها شوية عيوب، يعني مش هتلاقيها ماشية باتصال منتظم ما بينها وما بين البلاطة. وفي طريقة تانية ان احنا ممكن نعمل لها فاميليز، او اقول له من موديل ان بليس، فهاجي اقول له من هنا اظهر لي بس الواير او الهيدن، واقول له من هنا استراكشر، اقول له كومبوننت، اقول له موديل ان بليس، اقول له انا عايز اعمل استراكشر فريمينج، اقول له اوكي، سميها اي حاجة مش هتفرق، اقول له اوكي. وبعدين بيبدأ يقول لي إيه انت عايز ترسمه بايه، هقول له سويب بلينت، واقول له تعالى اقول له إيه سكتش باي، انا عايز ارسم له الباث اللي هيمشي عليه، اقول له والله المسار بتاعي من اول هنا لهنا اهي بالشكل ده، وبعدين اقول له فينش. وبعدين بيسألك على البروفايل رقم 1 والبروفايل رقم 2، فهاجي اقول له والله من سيلكت بروفايل دي، واقول له اديت بروفايل، يبدا يقول لي انت عايز الاليفيجن بتاعك يكون فين، اقول له والله انا عايزه في الايست، اقول له اوبن، او تعالى كده تاني اقول له انا عاوز ليفل 2، ماشي، اقول له بروفايل رقم 1، اقول له اديت بروفايل خليها الساوث والنورث، ايوه تمام كده. ابدا اعمل ايه، ابدا ارسم له الكاميرا بتاعتي بالشكل ده، وليكن مثلا 400 او 300 في 1000، واقول له فينيش، اقول له بروفايل رقم 2، اقول له اديت سكتش، اقول له الكاميرا بتاعتي ايه 300 برضو في 1000 من هنا، اقول له فينيش، بقول له فينش، بقول له فينش موديل. لو جيت انا قلت له في الثري دي تعالى كده، ابص الاقي الراجل عامل لي الكاميرا بتاعتي بالشكل ده اهو. تمام جدا، بس شكرا.